في عالم يعتبر التنوع الجغرافي والمساحة الواسعة عنصرين حاسمين في تحديد مكانة الدول، يسلط هذا الفيديو الضوء على أوسع 10 دول في العالم من حيث المساحة. تتراوح هذه الأراضي الواسعة بين الصحاري الشاسعة والغابات الكثيفة، ومن الجبال الشاهقة إلى السهول الخضراء. سنغوص في هذا الفيديو في أعمق أكبر 10 دول من حيث المساحة، حيث يلتقي التاريخ والجغرافيا ليخلقوا لوحة ملونة من التنوع الثقافي والبيئي. تابعوا معنا هذه الرحلة إلى قلوب هذه الدول الضخمة، حيث يتمحور العالم حول مساحاتها الشاسعة. المركز العاشر، الجزائر. مساحتها الإجمالية تبلغ 2.5 مليون كيلومتر مربع، وعدد سكانها حوالي 44 مليون نسمة. تأسست الجزائر كدولة مستقلة في العام 1962 بعد 8 سنوات من الحرب التي دارت بين القوات الفرنسية والحركة الوطنية لتحرير الجزائر. يتميز مناخ الجزائر بأنه متوسطي في المناطق الساحلية وصحراوي في الجنوب، مع تركيز كبير على الزراعة والصناعة. تشتهر الجزائر بمناظرها الطبيعية الخلابة، ومن بينها تاصيل ناجر التي تشتهر بتركيزاتها الغنية للفنون الصخرية، والتي تم تصنيفها كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو في عام 1982. المركز التاسع، كازاخستان. مساحتها تبلغ 2.7 مليون كيلومتر مربع، وهي واحدة من الدول الكبرى في آسيا الوسطى. في عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تأسست كازاخستان كدولة مستقلة. تشتهر كازاخستان بمناظرها الطبيعية الخلابة، وهي الدولة الأكبر غير الساحلية في العالم. تتميز بجبالها وأوديتها وغيرها من المعالم الطبيعية. المركز الثامن، الأرجنتين. مساحتها 2.8 مليون كيلومتر مربع، وتقع في أمريكا الجنوبية. عدد سكانها حوالي 45.3 مليون نسمة. تأسست الأرجنتين كدولة مستقلة عن إسبانيا في عام 1816. تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة مثل شواطئها وجبال الأنديز. المركز السابع، الهند. تبلغ مساحة الهند حوالي 3.3 مليون كيلومتر مربع، وهي الدولة السابعة في العالم من حيث المساحة. تعد واحدة من أقدم الحضارات في العالم. تشتهر الهند بتنوعها الثقافي والديني، وتضم العديد من المعالم السياحية الشهيرة مثل تاج محل وبوابة الهند في مدينة دلهي، وحديقة كيولادي في مدينة جايبور وغيرها. يبلغ عدد سكان الهند حوالي 1.3 مليار نسمة، وهي الدولة الثانية في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين. المركز السادس، أستراليا. تبلغ مساحتها حوالي 7.7 مليون كيلومتر مربع، وهي قارة في حد ذاتها. تشتهر بالكونغر والكوالا وغيرها من الحيوانات البرية. عدد سكان أستراليا حوالي 25 مليون نسمة، مما يجعلها تحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث المساحة. أستراليا كانت جزءا من الإمبراطورية البريطانية، ولكنها أصبحت دولة مستقلة في عام 1901. المرتبة الخامسة، البرازيل. تقدر مساحتها بحوالي 8.5 مليون كيلومتر مربع. البرازيل تحتل المرتبة الخامسة في قائمة أكبر دول العالم. عندما تفكر في البرازيل، ربما تفكر في الشواطئ البيضاء ذات الجمال البرازيلي المذهل، أو التمثال الضخم ليسوع الفادي الذي يراقب ريو دي جانيرو. البرازيل هي أكبر دولة في أمريكا الجنوبية،
تشتهر بالسامبا وكرة القدم والكرنفال الشهير. الشعب فخور بالتاريخ الغني والخلفيات المختلفة، ولكن هناك الكثير لتختبره في هذا البلد الضخم. المرتبة الرابعة، الصين. تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 9,600,000 كيلومتر مربع. عدد سكان الصين حوالي 1,400,000,000 نسمة، مما يجعلها الدولة الأولى في العالم من حيث عدد السكان. يعود تاريخ الصين إلى ما قبل القرن 13 قبل الميلاد، وتشتهر الصين بالعديد من المواقع السياحية الشهيرة مثل سور الصين العظيم والمدينة المحرمة. المرتبة الثالثة، الولايات المتحدة الأمريكية. بمساحة إجمالية قدرها 9,600,000,000 كيلومتر مربع، تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة في أمريكا الشمالية وثالث أكبر دولة في العالم. عدد سكانها يقدر بأقل 340,000,000 نسمة. حصلت الولايات المتحدة على استقلالها من الحكم البريطاني في عام 1776 بفضل جبال روكي والبحيرات العظمى ومنتزه بلوستون الوطني ووادي الموت. تعد الولايات المتحدة بلداً مليئاً بالعجائب الطبيعية. المرتبة الثانية، كندا. تقدر مساحتها بحوالي 9,900,000 كيلومتر مربع. تعد كندا أكبر الدول في القسم الغربي من الكرة الأرضية وثاني أكبر دول العالم، وتتمتع بأكبر مساحة ساحلية على مستوى العالم، إذ تتجاوز مساحة سواحلها 200,000 كيلومتر. كما تتميز بانخفاض الكثافة السكانية بها، فعدد سكانها يبلغ 35,000,000 نسمة، أي 4 أشخاص لكل كيلومتر مربع. وتمتد الجبال الصخرية التي تتقاسمها كندا مع الولايات المتحدة من الشمال إلى الجنوب، مما يتيح وجود العديد من المراعي الطبيعية. وأخيراً، المرتبة الأولى، روسيا. تعد روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الإجمالية، حيث تبلغ مساحتها 17,000,000 كيلومتر مربع، تشكل ما يقرب من 11% من إجمالي مساحة اليابسة على الأرض. وتشتهر روسيا بالعديد من الظواهر الطبيعية الفريدة والمواقع السياحية الشهيرة مثل مدينة سانت بطرسبرغ والكريملين وجبال الأورال. يبلغ عدد سكان روسيا حوالي 145,000,000 نسمة، لذا فهي تقع في المرتبة التاسعة في العالم من حيث عدد السكان. وختاماً، إن متعة استكشاف الثقافات المختلفة والمعالم السياحية الرائعة لا تعد ولا تحصى. نأمل أن تكون قد استمتعت بمشاهدة هذا الفيديو واستفدت من المعلومات التي قدمناها. إذا كنت ترغب في المزيد من رحلاتنا المستقبلية حول العالم، لا تتردد في الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكراً لكم جميعاً على متابعتكم ودعمكم المستمر، ونتمنى لكم رحلات مستقبلية مليئة بالمغامرات والاكتشافات. إلى اللقاء في مقاطع الفيديو القادمة، ودمتم بخير.